مرحبا بكم متابعي جريدتي. اليوم احنا في مهمة جديدة، لكن المرة هذه خارج حدود الوطن. اليوم باش ناخذكم معنا للجزائر باش نكتشفوا مع بعضنا القصبة، المعلم التاريخي المشهور في الجزائر. يلا نشوفوه مع بعض. القصبة وانا وليصاري صيحة بحياة شبابين في ما ننساش الخير ما ننساش. القصبة هذه كان طمى إخواننا التونسيين هنا، فهمت؟ أنا نشفى كان عبد الله باشي رادو قاع كانوا هنا، وكانوا يسون سبيسياليزي في الخفاف، الزلابية، القلب اللوز، الحميصة ويلونوها اللبلابيت، الكاوكاو وكذا، ولا تاي وكذا، كانوا قدم هنا قدم إلا مازال ولادهم ولا مازال هما راهم كبار ويشوفوا يعرفوا بلي نهضر عليهم غير الخير. دونك بدينا نقولوا بلي رانا في أعلى القصبة وتحتها اسفل القصبة. دونك نبداو نقولوا حاجه اللي ما يعرفوهاش الناس بزاف، اللي مره على مره يبدلوا الكلام. صحه الشهداء علاش نسميوها صحه الشهداء؟ كاين بزاف يقولوا بلي ماتوا فيها الجنود. لا، ماشي الجنود اللي ماتوا فيها، ماتوا الشعب الجزائر اللي كانوا داخل كتشاوة اللي قتلوهم فرنسا، دخلوهم من داخل الجامع وقتلوهم. انا جزائري إيه بلاد الأحرار. ستان بون مورسو هذا تاع دورو بداي بون. القصبة كيما تشوف سي لو كور دالجي، هي قلب الجزائر وعندها تاريخ كبير. الخايبين توجور يجو من لانتروما، ولانتروما هذاك اللي يفسد سادو ما صوالح لي خيبو سمو كامل. وكان هذاك وكان تكون اون كولابوراسيون كامل دولة والشعب تكون توجور او طوب، مي دائما يكونوا نقائص والحمد لله. دوكا كاين صافا، كاين لي زافونتاج. شوف الجزائري كاين يحب القصبه وبلاده وكذا، وكاين يشوفها بالنظريه قديمه رابط ما يسحقهاش، فهمت؟ ويا لا كون جاو يهضروا الحيوط، يهضروا شكون جاز منا نابليون 1 و 2 و 3 هو اللي كسرها، دار فيها الترقه نتاع الكراروس ودار كذا. متابعي جريدتي، كانت هذه زيارة صغيرة للقصبة. نشكر قناة بير تي في اللي مكنتنا من فرصة الزيارة هذه. نتلقاو في روبورتاجات أخرين. القصبة وانا وليدها واللي صار صار.